دلوقتي تنضم لنا اسماء عزازي، طالبه بقسم الاعلام بكليه الاداب جامعه الزقازيق. صباح الخير عليكي يا اسماء، ويعني اهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. خليني اعرف منك كده في البدايه، جات لكم منين فكره فيلم الخواجه مصري؟ ليه قررتوا ان يكون الموضوع ده تحديدا هو مشروع التخرج، اللي هو مشروع تخرج عن الاجانب المقيمين في مصر؟ اولا صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير على الساده المشاهدين. والله مبدئيا فكره مشروع التخرج بدات ان احنا في الاول كنا حابين نعمل افكار فكره مختلفه، فجت معانا فكره الخواجه مصري، لقينا فعلا ان احنا كنا حابين في الاوقات دي ان السياحه الداخليه محتاجه ان هي تتنشط شويه، فبدأنا ان احنا نشوف الاجانب اللي هم سابوا بلدهم عشان يجوا هنا مصر ويقعدوا فيها. فلما خدنا الفكره وبدأنا نبرزها، لقينا فعلا ان هنا في اجانب بقى لها اكثر من 40 سنه وبقى لها اكثر من 15 سنه وسنين كتير، يعني سايبين بلدهم عشان هم مصر سحرتهم بجمالهم، فقرروا ان هم يفضلوا هنا طول عمرهم. عظيم. فخدنا الفكره وبدأنا نبرزها بكده. طيب اسماء، انا عايزك بقى تقولي لي تجارب، يعني انتوا نزلتوا ولفيتوا محافظات عشان تعرفوا اجانب مقيمين في مصر، زي ما انت قلتي في ناس موجودين في مصر من 40 سنه، عايز قصص، احكي لنا قصص عن الاجانب وازاي عايشين وازاي بيشتغلوا دلوقتي. هو حاليا فعلا احنا خدنا التاسك ده، احنا كتيم الاول كان الموضوع صعب ان احنا نسافر اكتر من محافظات ونروح الاقصر ونروح اسكندريه والقاهره او الشرقيه، دي النماذج اللي احنا صورنا معاهم، بس احنا خدنا التاسك ان احنا كنا حابين فعلا نعيش قصه الاجانب دي ونشوف الفتره اللي هم قعدوها جوه مصر عملوا فيها ايه، او شايفين مصر ازاي من نظره ثانيه مختلفه غير اهلها اللي عايشين فيها. وايه السبب اصلا اللي خلاهم يقرروا ان هم يستقروا في مصر؟ هو كل واحد ليه قصه مختلفه كده. في يعني مصر سحلتهم بجمالها، يعني في اللي هنا ارمينيا كامل، وده اللي موجوده في القاهره في دار الاوبرا المصريه، ده بتاعه الباليه، اول ما نزلت كانت مدربه باليه، يعني هي لقت حلمها هنا فحسيت ان هي تقدر تحققه. طيب اسماء، يعني انت كلمتي انه انتوا كان الهدف من وراء الموضوع ده تحديدا في مشروع تخرجكم هو تنشيط السياحة، انتوا ازاي وظفتوا هذا الفيلم الوثائقي لخدمة وتنشيط السياحة المصرية؟ هو احنا قدرنا نبرز فيه منظر مصر او شكل مصر في عيون الاجانب اللي هم سابوا بلدهم عشان يقعدوا فيها، زي مستر براين يعني، واحنا كنا بنعمل معاه الحوار سالنا ليه سبب انك تسيب الاقصر تيجي تقعد هنا في يعني تسيب امريكا وتقعد هنا في الاقصر، قال دايما ان هو بيتبع قلبه في كل حاجه، واول ما نزل مصر الاقصر سحرته فخد قرار ان هو يفضل هنا طول عمره، فدايما عايش قصه اهل الصعيد واهل الاقصر، ودايما بيلبس الجلابيه، وده كمان بيبرز في الرسومات بتاعته ان هو دايما بيبرز الفن المصري القديم. وبرده الشرقيه انجلا هوفمان اللي هي اصلا اول ما نزلت مصر كان عندها 20 سنه يعني زينا كده طالبه، وفضلت فيها لغايه ما وصلت مرحله الشيخوخه 60 سنه و70 سنه ومكمله، عشان هي حابت فعلا مصر وحابت كمان المجال الزراعي، ومصر ادتها فرصه اللي هي ممكن ما كانش تلاقيها في المانيا. طيب عظيم جدا. مين معاكي كمان في مشروع التخرج يا اسماء؟ احنا 12 طالب، احنا 12 بنت مفيش ولاد، فاخدنا التاسك كده صفا لوحدنا، بس احنا كنا مرتاحين كشغل ووزعنا المهام بينا، كان في قسم الاعداد والسيناريو وفي التصوير فكنا مقسمين نفسنا يعني كعدد، بس كان في عناصر خارجيه يعني مساعدانا في التصوير من بره التيم برضه. طيب اسماء، يمكن انت كلمتي عن انجلا هوفمان وكلمتي عن كمان براين فيلين، لكن عايز اسالك كمان عن قصه تانية انتوا سجلتوها، وهي ليليان عيسى، دي صاحبه اشهر محل حلواني في اسكندريه، احكي لنا قصتها. قصه ليليان عيسى ان محل خمس ده اشهر محل حلواني في اسكندريه بقاله اكتر من 60 سنه، يعني ليه تاريخ. هي كانت موجوده في كندا، ولما يعني اسكندريه معروفه اصلا باصولها من زمان، الاصول اليونانيه والالمانيه والاجانب عشان كانوا استقروا فيها مده طويله، فكان تاريخ خمس ليه تاريخ في اسكندريه، فهي ما حبتش تفرط في التاريخ ده زي اجانب كتير يونانيين كانوا بيبيعوا وصولهم ويهاجروا تاني لكندا او اماكن اجنبيه، لا هي سابت كندا ورجعت تاني عشان تستقر في اسكندريه، عشان هي بتحب اسكندريه وعشان تحافظ كمان على تاريخ محل خمس يفضل زي ما هو.
طيب أسماء، لما عرضتوا الفكرة بتاعتكم ومشروع التخرج على رئيس القسم، رد فعله كان إيه؟ هو بصراحة الدكتورة إيمان ناجي المشرفة المشروع كانت من أول ما عرضت عليها الفكرة كانت مبسوطة جدا جدا، وكانت عمالة خطوة خطوة كانت بتتابع معانا المشروع لما ننزل سفرية أو نروح أي مكان نسافر فيه، كانت هي متابعة معانا وتكلمنا فكانت مبسوطة، كانت دايما بتقول لنا أنت عاملة حاجة مختلفة اسمها فكملي فيها يعني. فالحمد لله يعتبر من أفضل المشاريع على مستوى الكلية، بس هي لسه ما اتحددتش المراكز يعني لحد دلوقتي. طبعا يعني أسماء احنا بنحييكي وبنحيي كل زمايلك كمان، ويعني زي ما دايما بنقول مصر ليها كده سحر خاص بيجذب كل اللي بيجي فيها، ليها يعني ليها خلطة كده بتاعتها مستحيل حتى اللي هو يقدر ينساها. شفنا أمثلة كتير بقى على مدار التاريخ جزء. صحيح، وكمان بالمناسبة يعني زي ما شفنا في التقرير الراجل المواطن الأمريكي اللي قرر انه يسيب حياته هناك ويجي يعيش في الأقصر، ده يعني انت تشوفه تقول مصري، مصري ابن مصري، مصري أصيل كمان. صحيح. يعني صحيح. على اي حال نشكر اسماء عزازي طالبه بقسم الاعلام بكليه الاداب جامعه الزقازيق، نورتينا في صباح الخير يا مصر.